أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الرحيم، لأن السلاطين المحسن كان يطلب من علماء أرحامنا أن يكونوا أسيدة لأبنائهم. قلت من هؤلاء الفقيه الذي ذكرته وهو العلامة أحمد بن مبارك القرني الذي كان يقرئ أولاد مولى عبد الرحمن، ومنهم مولاي بوعزة ومولاي رشيد ومولاي علي ومولاي العباس. وقد كان هذا الفقيه معروفا بفصاحة اللسان، وكان له اختصاص بعلم النحو. ومن فقهاء الرحامنة العظام الفقيه البهلول بن علي مسلهان، ولد في العشر الأواخر من القرن الثاني عشر للهجرة، كان فقيها فاضلا ماهرا، درس بجامع ابن يوسف بمراكش، ولما رأى مولاي عبد الرحمن من علمه ما ظهره ألزمه سكن الحاضرة المراكشية، يعني أخذه من البادية إلى مراكش، وكانت له أي الفقيه في القصر كلمة مسموعة في قبيلته وفي القصر، وله مكان رفيع عند السلطان، فكان يستشيره في تولية عمال الحوز، وولاه جمع زكاة رحامنا، فتضايق عامل القبيلة إلى آخره. ومنهم كذلك الفقيه العلامة محمد بن حمو البربوشي، كان قاضي القبيلة ومفتيها ومن رجال العلم بالمنطقة. وقد أشار الأستاذ محمد ناشي في مداخلته إلى أن الأستاذ أحمد متفكير ذكر في كتابه عن علماء بن يوسف، تكلم عن خمسة أساتذة أو أكثر، تكلم عن حسن الزهراوي، وتكلم عن أحمد بن نوفل المعروف بالرحال، وتكلم عن البيداني، وتكلم عن القرناوي وغير ذلك. على أي علماء الرحامنة، الرحامنة لهم علماء كثر، والوقت يطاردني، أخاف إن أعطلتم يعني فوتوا الحديث عن الكتاب الذي أردت الدخول فيه. السادة الأفاضل، اهتمنا في بحثنا أي في